أربعة على أربعة هي الحصيلة النهائية لممثلي الكرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية. رد الاعتبار كان واجبا وشعارا حمله كل من شباب الوزداد ووفاق سطيف في منافسة رابطة الأبطال. فوز بثنائية وأداء مغاير عن موقعة الذهاب بالنسبة لرفقاء شعيب كداد، رغم الأداء الدفاعي لأسيك ميموزا الإيفواري. نفس النتيجة حققها الوفاق بتألق لافت للشاب دغموم أمام فريق موريتاني عسر المأمورية بتكتله طيلة 90 دقيقة، إلا أن ورقة العبور لدور المجموعات كانت من نصيب أشباد المدرب نبيل الكوكي. وفي اللقاء الذي احتضنه ملعب عمر حمادي والذي عرف توقفا بسبب الأمطار، اجتاز جبيبة الثورة نادي كونكورد الموريتاني في الدور التمهيدي من منافسة كأس الكونفدرالية. رغم التعادل الإيجابي إلا أن رفقاء الحمر استفادوا من الفوز المحقق في الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهي النتيجة التي انتهت عليها مباراة شبيبة القبائل والجيش الملكي لصالح ممثلي الجزائر وبهدف جميل في آخر الدقائق.